يا عود عود وتربع منيح. لا المشكلة انه ما بعرف اتربع. يا اخ سعفان مر دكتور لو سمحت جيب لي معلقة. لا لا يا دكتور ليش المعلقة؟ كل بإيديك أهنالك. بجوز بس أنا مالي متعود. يا حيف عليك يا دكتور، يبدو أوروبا وباريس نسوك عاداتنا الحلوة. نسوي أحلى من الأكل بالإيد. فرج ها، بيقولوا الأكل بالإيد صح كتير. شو؟ بس رز عم تاكل؟ خود خود الراس السلف لي خود. يلا قال بيقولوا أطيب شي بالراس هو اللسان. انت الساده يا ابو دياب، اطيب شي بالراس هن العيون، ولا حد يناقشني بهالمساله بنوبه. وانت الساده يا ابو نايف، اطيب شي بالراس هو المخ. واذا ما اكل المخ ما بيعرف شو طعم التمه. مختار مختار مبايخ عم يرن. حطه على النيل. الو احكي. الو الو اهلين حاج عبد الكريم. لا والله ما بقدر اجي على طول ابنك، اليوم عندي ضيف عزيز الدكتور احمد ابن عمنا. لا والله اتفضل لعنا على الغداء، عاملين منسف. اهلين وسهلين، الله معك مع السلامه. لا تفكرنا متخلفين دكتور، كمان عنا في الضيعه صار 7 موبايلات. تفضلوا تفضلوا. بقدم لك ابو يوسف سمسمي. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا دكتور. يا ميت مرحبا. ابو رجل يربوعي والسبعة انعام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ابو اسماعيل شد الخيط شرفنا. اهلا وسهلا. يا ميت مرحبا. ابو حسين الطشط انعم واكرم. اهلا وسهلا. من مأهل دكتور. اهلا وسهلا مرحبا. ابو ابراهيم البخيل اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وهدول كلهم اعضاء المخترة والسبعة انعام. اهلا وسهلا. الحقيقة يا جماعة ابن عمي الدكتور أحمد مكلف من مجلس التاريخ، مجلس الأبحاث التاريخية. المهم الدكتور أحمد ابن عمي مكلف مثل ما قال إنه يحكي ويكتب عن تاريخ الضيعة من جديد، وبده مساعدتنا. تكرم عينك يا دكتور، وإن شاء الله ما بنقصر بالواجب. والله المهمة تقيلة كتير وبدها ناسا. ما تذكرونا من زمان، هلا شو ذكرهم فينا؟ لحظة يا جماعة لحظة، الدكتور هون جاي يكتب تاريخ المنطقة مو هيك؟ طبعا طبعا. ايش عم نغني بالطاحونة ابو ابراهيم؟ بس نحن عنا تاريخ والله كافينا. مزبوط الكلام اللي عم يحكيه ابو ابراهيم مزبوط، والشاعر ابو شيبوب من يوم يومه بيغني تاريخ المنطقة على الربابة، مو هيك عمي ابو جداه؟ مزبوط مزبوط. بس الدكتور هون حابب انه يا جماعة يلي عم تقولوا ما هو مزبوط ابدا. شلون يعني ما له مزبوط؟ يعني المعلومات اللي بذاكرتكم عن ضيعتكم معلومات عاطفية غير دقيقة، عم يختلط فيها الواقع بالخيال والأسطورة بالحقيقة. يعني كذب. أنا ما قلت هيك يا أبو حسين، أنا عم أقول في خيال، في تكريس حماسي للأسطورة. يعني اللي كتب هالتاريخ بالغ فيه كتير لأسباب يمكن تكون. يعني باختصار شو المطلوب منا هلأ دكتور؟ ها ها هذا السؤال العملي. يا سيدي المطلوب من كل واحد بهالضيعة أو بهالمنطقة عنده وثيقة قديمة أو صورة أو كتاب أو أثر ما بيعطي فكرة صادقة ومعلومة حقيقية صحيحة عن تاريخ المنطقة أو البلد، المطلوب منه يجيب لي إياها حتى أطلع عليها وأدرسها منيح وأخذ يلي بيلزمني منها. والوثائق اللي رح نعطيك ياهم رح يضلوا عندك ولا ترجعون؟ طبعا رح أرجعون. سمعتوا شو طلب منكم الدكتور؟ يا سيدي سمعنا. أصبح تيسروا على شغلكم وباشروا عملكم. يلا يا الله. أهلين سهلين. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. تفضل دكتور تفضل. يا سعفان هات القهوة. شرف دكتور شرف. يا الله. ايه ابن العم، الحكيم ما بيتوصى وانا ما بدي وصيك، انا بس بدي الفت نظرك لتاريخ عيلة الفزعان، لانه مثل ما بتعرف لحنا تاريخنا مشرف كتير وسجننا ناصع مثل التلج وبياضه مثل الفل. بقى بترجاك
تعتني لي بهالتاريخ المشرق. اطمن ابو جداع، باذن الله رح كون موضوعي كتير. شو يعني موضوعي؟ يعني ما رح احكي غير الحقيقه وغير يلي بينفع. هيا خير خير يا دكتور، لوين يا مهوي؟ شوف يا مختار، انت استقبلتني ببيتك وسكنتني عندك وما قصرت، بس بصراحة ما بجوز ضل عندك ولا بشيء. اوف، شو هالحكي؟ حدا زعجك لا سمح الله؟ لا لا ابدا، بالعكس يا مختار، بس انا لازم اكون حيادي، يعني ما بدي حدا من اهل البلد يقول انه سكنتي ببيت المختار اثرت علي وخلتني اكتب تاريخ البلد مثل ما بده المختار. ما اختلفنا، بس انا ابن عمك ولها السبب لازم انت. بصراحة ابن العم، هذا العذر تبعك ما دخل مخي. طيب وين بدك تسكن؟ ما رح اسكن عند حدا، رح انصب خيمة بطرف الضيعة ويلي عنده وثيقة بجيبها لعندي. لا حول ولا قوة الا بالله، خيمة؟ هيك الاصول، لازم كون محايد. طيب انا رح اسمح لك تمشي بس بشرط. شو هو الشرط؟ الشرط هو انه ابعت سعفان معك يأمن لك اغراضك. مو معقول اتركك ببرية لحالك، مو اصول بقى، شو رأيك؟ طيب ما في مانع. أهلين أبو جداع. يعني مالك حق تقعد هون ولك قرايب بالبلد له وزنه ومعروف ويعني. خلص أبو جداع، الله يخلي لياك، حسمنا المسألة وانتهينا. يا سيدي تصطفل، أنت حر. تفضل سيدي، تفضل هالوثيقة. شو الوثيقة بقى؟ هاي الوثيقة عمرها أكثر من 1000 سنة، تثبت إنه مختارية الضيعة كانت محصورة ببيت الفزعان من أول حجر تعمر بهالمنطقة، بقى شو رأيك؟ عظيم. عظيم كتير. عدم المؤاخذة، انت لازم ترفع راسك فينا، وخصوصي انه انت من بيت الفزعان. شرف يا سيدي، شرف هاي الوثيقة. هاي جبتها من وزارة التربية والمعارف، بتثبت انه انا وابي وجدي كنا نطلع لوائل بصفوفنا. طلع طلع، وهي ختم الوزارة وتوقيع المدير المسؤول. وهي ديوان الشعر وقصائد المديح يلي نظموها الشعراء فينا وأشادوا بإنجازاتنا، بقى شو رأيك؟ حلو، حلو كتير. شو بتريد مني؟ شي تاني أنا جاهز، المهم تكون سيرة عيلتنا. أخدي قسم كبير من الكتاب اللي عم تألفه. قول إن شاء الله. عندك غير هالوثائق؟ لا، ليش شو بهم؟ ما بهم شي. سعفان. مر مختار. مسيك. شو هاد؟ هذا موبايل، بدك تخبرني عن كل شخص بيجي لعند الدكتور من الضيعة بيعطيه وثيقة، يعني خبرني أول بأول. تكرم مختار. يلا أنا راح روح، بدك شي ابن العم؟ سلامتك مختار. أمانة برقبتك ابن العم، إذا بدك شي لا تخجل، هاي سعفان عندك، اطلب منه حتى لبن العصفور بيأمن لك يا. يلا السلام عليكم. شو في يا سعفان؟ يا مختار، اجا ابو اسماعيل شد الخيط وقال له للدكتور انه جده ابو فاضل شد الخيط هو اول من حفر بير بالمنطقه، وفوق هيك قال له انه الاراضي الشماليه كلها الهن. يخرب بيته، ما اوقحه ما اوقحه ما اكذبه، كان حرامي، كان يشتغل حفار قبور. شو جاب حفاره البيار على حفاره القبور؟
والله الاحرق الاخضر واليابس تحته والله. بقى ما بدي وصيك دكتور، الله يرضى عليك، اخبار عيلتنا بدها تكون اول اخبار بكتابك. ولا يهمك ان شاء الله. وهذا الحجر بده يكون اماني عندك يا دكتور. اطمن اطمن، بالحفظ والصون. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. مرحبا سعفان. اهلين اهلين عمو برجو. شو وينه الدكتور؟ بالخيمه جوا. حدا اجى قبلي؟ اجى معلمي ابو جداع وابو يوسف سمسمي، وقال جده غلب جدك بالمصارعه وخلع له صابون رجله. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك، والله لا امصع له رقبته مصع. هلا بيت سمسمه بدهم يتطاولوا على بيت اليربوعي؟ العمى لك شو صاير بهالدنيا؟ فعلا ما عاد حدا سعها. على كل حال بسيطه بسيطه، انا بورجي له الواطي. خير، ليش راح ابو رجو؟ ما بعرف، يمكن نسي شي وثيقه. ابو حسين، لك يا ابو حسين. مين؟ طالع برا، طلع طالع. هلا اهلين عمي ابو جداع. لا اهلين ولا سهلين. شو يا قال جدك الطشت الكبير اسر ثلاثه من بيت الفزعان وشغلهم خدامين عنده؟ ايه مزبوط، هيك مكتوب بتاريخ عيلتنا. اطز بعيلتك وتاريخ عيلتك، كذاب وستين كذاب، انتو طول عمركم نور وغجر ورباط. هذب الفاظك يا مختار، ما بسمح لك تحكي مع الوالد بهالطريقة. ها له يا فصعون له، ومين انت لحتى تسمح لي وما تسمح لي؟ ولك حيوان ولا؟ انا حيوان؟ انا حيوان؟ ولك ولك لك جدي كان ابضاي ابضاي، اذا كمش رقبة بغل كان يخلعني يا خلع. اي نعم. اهلي ابو رجو، اهلي بالغالي. شو ابو يوسف؟ جدك غلب جدي بالمصارعة طالع له صابونة رجله. اي تفضل تفضل اشرب متة، تفضل. بلا متة بلا فتة، امشي قدامي لعند الدكتور واسحب الكلام اللي قلته احسن لك. لا سيدي ما حذرت وما راح اسحبه، وجدي خلع صابونة جدك، ان قلت ايه وان قلت لا. انبسطت هلا؟ هيك عم تقول؟ والله لا اسحب عيونك وصدرك ومقدارك وشواربك لهالدفن. والله هان هان. حاضر حاضر، مثل ما بتقول سيدي. ما دول اشتركوا المعركة. انت من بيت مين ولا؟ انا من بيت الطشت سيدي. وانت؟ انا من بيت النونية يا سيدي. لك طالما انت من بيت النونية شو لك علاقة بخناقة ولا؟ يا سيدي بيت الطشت بكون اخوان لامي، وما بصير واقف على الحيا. ايوه قلت لي اخوالك لك. انا نزلوا لعند اخواله على ابوه، نزلهم بسرعة. امرك سيدي. احترامي سيدي. خير سيدي، الموقوفين بالنظارة نازلين بعضهم ضربة، رح يذبحوا بعضهم يا سيدي. ايه شو بدي ساوي؟ ما عندنا غير الغرفة. وينك وينك؟ نعم سيدي. اطفي عليهم الكهرباء حتى بيشوفوا بعض بسرعة. احترامي سيدي. الو مين؟ مرحبا نظيف حازم، انا جلال الفزعان. اهلين سيدي اهلين، احترامي. الله يرضى عليك، بتطلع كل بيت فزعان فورا، بما فيهم المختار ابن عمي ابو جداع. ايه وبحب نبهك انك انت ارتكبت خطأ كبير لما حطيت بيت فزعان بالحبس. وبعدين من وين لوين هدول بيت الطشت بدهم يتطاولوا علينا؟ ايه شو نسيوا انه نحن الواصلين وهن الشراشيح؟ فورا بتعاقبهم. سمعان؟ سمعان سيدي سمعان. امرك امرك، مع السلامة. الو مين معي؟ انا ابو عبد الطشت. اكيد عرفتني ولا شلون؟ عظيم، كنت بتمنى انه ما تكون انت وجماعتك ماسكين حدا من بيت الطشت. يا سيدنا فهمني ارجوك، هدول الجماعه اشتركوا بمشاجره مع بيت الفزعان، وهي المشاجره صار فيها تحطيم وتكسير وتشطيب وجروحه. هذا الكلام ما بينصرف معي، بتطالع فورا كل شيء من بيت الطشت والا بحملك المسؤوليه كامله. فهمت؟ بقى يكون بعلمك انه بيت الفزعان صحابين مشاكل واغتصبوا المختارية بالزور والبتان، بقى بتطالع بيت الطشت فورا. فهمت؟ فهمت سيدي فهمت. مين هاد كمان؟ الو مين؟ انا ابو نزار سمسمي، عرفني؟ أكيد سمعان عني مو هيك؟ إذا ما عرفتني اسمع،
بتطالع كل شي من بيت سمسمي، فهمان؟ وبتقول لهدول بيت شد الخيط انه نحنا ما بنكذب، واذا ما بيصدقوا انا عندي وثائق كمان. بقى اسمعني منيح لقلك، وبمجرد ما سكر التليفون بتطالع كل شي من بيت سمسمي، فهمان؟ وعلقت يا دكتور الضيعة مع بعض البعض، مين عم يضرب مين ما بتعرف، تقول في بيناتهم تارات مو هيك؟ معقول هالحكي؟ يا لطيف. ولولا ما اجت الشرطة كان صار الدم للركب. لعمة، ايه هذا لساتني ما كتبت حرف واحد وهيك صار. شو ناوي تساوي هلا دكتور؟ لك اخ اخ، لو كان الامر راجع الي كنت حرقت كل شي جابوا لي اياه، بس ما بدي ولعها اكتر ما هي والعة. صدقوني لو الامر بيعود الي مباشره ما بطالع ولا واحد منكم. بس شو بدي اسوي، القصه اكبر مني، الاوامر اجت من فوق. لك يخرب عقولكم اكثر ما هي مخروبه، البلد عملتوها ساحه حرب وتقاويتوا على بعض، ولما لمين هذا الموبايل اللي عم يرن؟ هذا الي سيدي. ما شاء الله، وعندك موبايل كمان؟ تسمح لي رد سيدي؟ تفضل. الو، ايه سعفان، شو الاخبار عندك؟ مختار، الحق يا مختار، الدكتور احمد بده يحرق كل شيء جبت له اياه. يا لطيف، شو هالحكي؟ معقول؟ الله اكبر. لك يا جماعه، الدكتور عم يحرق الوثائق التاريخيه اللي جبنا له اياها. يا لطيف، الله اكبر. وين الوثائق اللي جبت لك يا دكتور؟ وانا كمان عم بسألك وين الوثائق؟ ما بتعرف شو بيصير اذا راحت؟ ها؟ موجودة موجودة، لا تخافوا اطمنوا. يعني ما حرقتها؟ لا ما حرقتها. منيحك، اصبح بفهم من كلامك انه لساتك مصر على كتابة تاريخ المنطقة. طبعا، ليش لا؟ اصبح بتكتب مثل ما موجود بالوثائق اللي عطتك اياها، وبتكب كل الورع الكذاب يلي عطاك يا ابو حسين الطشت بزبالة. ما فشرت انت وكل عيلتك كذابين. ولك انت كذاب. العمى ضربكم. شو صار لكم؟ ولك انتوا امتى بدكم تصيروا خلقوا عالم؟ معقول شوية وراء عتيقة وصفرة وجلود وعظام مهرية خلتكن تكرهوا بعضكن وتضربوا بعضكن وتتصرفوا مثل مجانين؟ ولك لأمتى رح يضل هالماضي الأسود يتحكم بحياتنا مثل سرطان؟ ولك صدقوني يلي بيتمسك بهيك ماضي متخلف رح يهرب منه الحاضر والمستقبل. لك أنا يا أخوان ما بدي منكن غير أنه تطلعوا حواليكن وتشوفوا الأمم يلي سبقتنا، ولك كان بيناتهم حروب طاحنة ومشاكل عالمية وضحايا، بس حطوا كل شي ورا ظهرهم ونسيوا كل شي مشان المستقبل. المستقبل هو اللي بدهم يعيشوا فيه هنن وولادهم وأحفادهم. ولك يا جماعة، يا جماعة، الماضي راح راح خلاص، ما عاد يرجع. الماضي البشع مات اندثر، ونحن ما منقدر نسبح عكس التيار، ومية النهر ما بترجع لورا، والريح عمرها ما ارتدت ورجعت لمهبة. ويلي بفوتوا قطار المستقبل لا يفكر ابدا انه في قطار تاني جاي الا قطار الموت. ونحن اذا بدنا نختار شيء من الماضي فلازم نختار الحلو المشرق المشرف، لازم نختار الناصع الجميل الاخلاقي المثالي، لازم نختار يلي بيوحد يلي بيجمع، ونترك يلي بيسمم حياتنا وبيفرعنا. اسمعوني منيح يا أهل الضيعة، وافتحوا أدنيكن وعقولكن. يلي ماله مستقبل ماله وجود، ماله هوية، ماله قيمة. على كل حال، أنا ما حرقت يلي جبتوه، ما حرقته، مع أني كنت بتمنى أحرقه قبل ما يحرقنا. اتفضلوا، هاي التحف العظيمة تبعكم يلي جبتوها، تفضلوا، هاي المستحاثات، تفضلوا خدوها.
ما تاخذوها. يا سعفان